برلمانيا أيضا دعت عضو مجلس النواب زهرة البجاري حكومة أقليم كردستان إلى الالتزام بنص قانون الموازنة العامة للدولة، معتبرة ذلك الحل الأمثل للمشاكل العالقة بين الطرفين. الأساسي هو لماذا حكومة الإقليم لم تسدد ما عليها حسب قانون الموازنة بأنه تسدد ما لا يقل عن 250 ألف برميل إلى حكومة المركز مقابل الموازنة التشغيلية. مع الأسف أخذت الموازنة التشغيلية ولم تسدد ما عليها. ندعو حكومة الإقليم على الالتزام بما عليها من واجبات وطنية واحترام للدستور واحترام للقانون.